ولك الحمل حتى ولك الحمل ولك الحمل الحمل ولك الحمل انبطح يا ربي انبطح 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 يا ربي انبطح انبطح ولك تسوي تجهز ولك ليش يا ابن ما تقولش حرقات ليش يا ولك جيت تعبان ما تروح بدل ما قاعد على الكرسي قاعد على الشوله شو ما حسيت الحماوه صعد الدبل المخيخ ليش يا جوي لو مساعدني واقف ويا يصير بي يابا انا ساعدك بس بحضر كبه حط لك كشمش ولوز وشوف ابنك الحين شلون يصرفها ولك شو تضحك ولك انت موتتني ذيك الايام مرضتني واليوم احترقت وباكر اموت تعالي وياك يابا يابا امشي اعصابك انت تعبان واخاف يصير عليك اي شيء ترى انا ما اتحمل المسؤوليه يا بي انا اروح برا بالحديقه اشتم الهواء ويا الحبيب عود انا همت العالم اجاني ولد وقلت الحمد لله والشكر وطشيت شكليت لو طاش معرور هواي عسل لي ياباخ اروح احسن شي اوقف قبال بيتهم بلكي تطلع واشوفها الحب قلبي قام يسوي طم طق طم طق هلا امي شوف الحب هلا هلا نوري لك متعوفه ما تدري شلون لازم مخطيه ياباخ على اساس قلبك تفطر عليه تفطر اسكت ابو البزازين صدق تقعد واحد ما تستحي وما عندك حي حضوري اسمع لينا عطلتني وارد اروح اوقف براجي السور وحدها واشوفها تعود على البيت لو لا هذا راج 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 ما تبتهم بلقي بلقي يا رب طايره وما راجع بعد اصيته لا تخاف على نوري راج دولي سامي بيا حال وهذا جاني بالطيورة أروح أشوف الحب بلكي توقف بالباب لأن قلبي تفطر وقام يسوي طم تك طم تك الله وياك روح 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 الله وياك روح ما اقدر انساك هاي شلون كروه تعبانه هسه هذا جاب الوقت الا يجي بهذا الوقت محسود من عين البشر واولهم عيونك بارده ما تقول لي ايش احسد منك اذا انت 24 ساعه سكران وتطاطع سكران شنو بابا اعرف احكي مو سكران اني هسه منتشي هذا يسمونه انتشاء اني عد ما انتشي الله بابا هذا ما يسموه سكر اعرف احكي الف مره قلت لك اعرف احكي اني عد ما اريد انتشي حتى ابتعد عن هذا العالم وما اشوف هاي الشكولات على حقيقتها ايش بيها حقيقتنا سيد محسود ما احبه تدري ليش ما احبه ليش دفضني مو عندي شغل راح اتاخر ما اسمح لك مو انت اللي تصرفي انا انصرف من كيفي انا ما قاعد على سطحكم فهمت لو لا انا قاعد بشارع عام وهذا الشارع العام من حق كل واحد منتشي العفو استاذ محسود من رخصتك رخصتك وياك عيني شنو انا مرور يا رخص العمومي للخصوصي باوع سوق اوتوماتيك هاي خوش فرصة حتى اقدر اروح احكي وياها ايه حلم اوصل لك ميسون تعال حبيبي ميسون ارد احكي وياك ها حبيبي ميسون شبيكي لبيكي ميسون بين يديكي
حبيبي هذه الوردة قطفتها إلك وضميتها، شمها حبيبي. أشمها؟ ليش ما أشمها؟ ما تقول ليش راجعك علي؟ وثانيا شنو هاي القندرة؟ العفو أخ ميسو، نسيت أخذ رأيك بهاي القندرة، اشتريتها من شارع الرشيد. أقول لك شارع الرشيد أحسن له السعدون. ويلي سويت بيه؟ ما تقول لي تكلمت بيه؟ امشي امشي منه امشي. ايش بيك؟ مو كيف تصرفني؟ هذا شارع عام ومن حق اي واحد يوقف بيه، فهمت لو لا؟ محسود من عين البشر وولهم احسن قندره هاي شفتها. شلونك خاله مغايب؟ هلا 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 بليلى. هلا يما شنو هالجمال؟ شنو هالحلاوه؟ خاله عمتي دزتني وقالت بلكي تطلبين من خاله مغايب شويه نفطلين، ما عندنا للاله. شوفوا 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 الحظ، شوفوا القسمه، شوفوا النصيب، شوفوا الصدفه. اني هماتين ولا قطره نفط عندي بالبيت، وطلعت دا انتظر ابو النفط بلكي يمر منا. خلص هالي فترة انتظره ما اجي. ايه ولا يهمك، حسي اشوف ميسون اصيحه يروح يعني هيك ياخذ لنا شرخره بالمنطقه يشوف لنا ابو النفط. ميسون يا ول ميسون ها خاله وعمري ميسون بين يديك، اشتي أمرين أني حاضر بس أشري بيدك. هاش بيك يا ويل؟ أشو تحكي مثل واحد النايم. هو أنا مصدق خالي أوقف قدامك وباوع عليك؟ يا هاش بيك يا ويل؟ دباوع علي وين عينك؟ العفو خالي أمري شو تريدين؟ شوف تروح تدور على ابو النفط وتجيبه، لان احنا ما عندنا ولا قطره نفط. الدليل خاله اذا ما لقيت ابو النفط احفر بير ما النفط قبال بيتكم. الدليلي تؤمرين امر دروح ولك روح من نزول عليك شنا شكنا الداف يحفر لي بير ما النفط ولك دمشي امشي امشي من قدام وجهي. والله ما بي حيل. شبيك خاله شو مو على بعضك؟ خاله مشتهيه كراعين مال باكي بس ما لي خلق وما بي حيل اروح للقصاب. الله يساعدك عمي. هلا عمي. هلا عمي بلكي تجي وياي رادي النفط. وين بيتكم؟ عمو هنا قريب بالشارع الوراني. ابني خلي خلص هذا الشارع وامريكم. الله يخليك عمي بس امشي وياي، والناس اللي يريدون نفط احبهم وعزيزين علي. وانا شنو علاقتي؟ عمي الله يخليك شد ريت عنطيك، مو عندنا مريض ميت اللي ورد يرجع. ايش اسوي؟ بس انا قلبي ما يتحمل. اصعد يلا وياي. اشكرك عمي. اصعد. ديخ ربك عمي. الله 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 على كيفك يا ابني لا تتعور. دقيت جرس حسين طلع لي بس شو اقول لها؟ شو اقول لها يا ميسون؟ شو اقول لها؟ خلي ارتب نفسي. ميسون لقيتها بديها بهلو وهي تجي البقية. ما تفضها يا ابني، شبيك تحكي يا نفسك؟ دق الباب دقها. دقيقة عمي دقيقة، أهم شي أعصابك. وينها؟ منو هي؟ خالة أم النفط. النفط منو؟
ها العفو خاله، هي دزتني البنيه اروح اجيب نفط ولحقت ابو العرمانه راس شارع والله قد بعيد من اخر حجبته وجيت. عفي 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 ميسون، انت كلش خوش ولد. هسه عيني دقيقه، هسه اجيب البرميل واجي. فرصه راحت منك ميسون، لو طالعه كان تقدر تحكي وياها تغازله، بس حظ ماكو.